الله تعالى وتوفيقه. شوطنا الثامن الخاص بالزمول المهجنات العصايل هنا أيضا لأصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز والتحدي والإثارة مع السرعة والدفع هنا في هذا الانطلاق لمسافة 6 كيلومترات نسير بكم مع المهجنات العصايل من الزمول مع مليح على صدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن نايع بالشاوي لغفل مهاجم ياتينا على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير وعلى المركز الثالث يتواجد صغار من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيلي ويأتينا ضرغام لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود سعد بن طالب بن شريم في تذميره وعلى المركز الخامس المنطلق شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري في هذا الانطلاق والتحدي نتابع ونتراجع في هذا الانطلاق هنا والتحدي والإثارة يأتي متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على المركز السادس بقيادة المضمر السيد أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز السابع والمنطلق في هذه اللحظات على سابع المراكز مياس مشتق محمد بن سلطان المعلى محمد بن كمال البنغالي في التضمير هذا الانطلاق ومن الجانب الثاني مناور لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة حمد بن قميس لغويص من ينطلق ثامنا وفي المركز التاسع يأتي هنا مشاكل لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة يمعى بن عبيد بالدبيلة من ينطلق على المركز الثامن وفي المركز التاسع المركز العاشر مليح على المركز العاشر هنا لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع الثاني بن عبيد بالكديدة في هذا الانطلاق والتحدي الجميل والإثارة مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، نعود عند مليح هناك المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سالم بن نايع بالشاوي لغفلي من يأتينا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مهاجم في المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير من ينطلق على المركز الثاني وفي المركز الثالث يتواجد ضرغام لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود سعد بن طالب بن شريم المري في تضميرة المركز الرابع صوغان من هجن الرئاسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد لخيلي من ينطلق على المركز الرابع خامس المراكز شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحد شباب الخوانيق في التضمير في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة هنا خلال هذا الانطلاق سعيد بن عبيد الحميري وفي المركز السادس المركز السادس متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد أحمد بن سلطان بن رشيد من ينطلق على المركز السادس وفي المركز السابع مناور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة حمد بن خميس لغويص وهنا يأتي مشاكل مشاكل لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم أحد أيضا الممارسين والمتابعين لهذه الرياضة يمعى بن عبيد بن دبيلة الفلاس الذي ينطلق فيها
التحدي والاثاره مشاهدينا الكرام. تاسع المراكز مليح لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم مع ثاني بن عبيد بالكديده الفلاسي. وعلى المركز العاشر شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم بقياده المضمر محمد بن عبد الله بن حميدان. من ياتينا على المركز العاشر؟ هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى في هذا الانطلاق والتحدي الجميل مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء المميز. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط خلال الانطلاق خلال التحدي. أمليح هناك المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. أمليح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن نايع بشاوي لغفلي المنطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي. المركز الثاني مهاجم مهاجم هجن العاصمة المنطلق على المركز الثاني هنا بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير خلال هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. ضرغام من الجانب الآخر صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود سعد بن طالب بن شريف في تضميرة. أما على المركز الرابع فياتي صغان من هجن الرئاسة بقيادة المضمر عيسى بن أحمد بن مايد لخيل المنطلق بالتحدي المنطلق بالإثارة. شاهدين الكرام الأربع المراكز الأولى من انطلقا بهذا التحدي وبالإثارة. المركز الخامس متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في تضميرة. من يأتينا هنا على المركز الخامس هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا الكروم والتحديات التحديات والإثارة والكيلو متر الأخير الكيلو متر الأخير في هذا التحدي والإثارة. يا سلام يا سلام، تحدي مميز، تحدي وانطلاق. الله لمن الفوز، لمن الناموس. مهاجم مهاجم هجم هجم مهاجم على الصدارة، هجم مهاجم على المقدمة، هجم مهاجم على المركز الأول. مهاجم مهاجم من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني المركز الثاني ضرغام لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة سعد بن طالب بن شريم. وصل صوغان وصل صوغان صوغان من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيولي. ولكن الصدارة هناك والمقدمة مع مهاجم مهاجم على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مهاجم 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 وضرغام وصوغون قود ثلاثية ثلاثية بقيادة مهاجم مهاجم على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. لجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. واللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة مهاجم 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 مهاجم. تهانينا والناموس لهذا الأداء لسيدي سمو الشيخ عبد الله بن محمد بن رامي سعيد مكتوم على فوز مهاجم بالمركز الأول. واثق حمد بن رامي حمد بن غدير صغار في المركز الثاني، هجن الرئاسة المركز الثالث الغام صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. وعلى المركز الرابع عطانا مليح سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم. أما على المركز الخامس وصل شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم من وصل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء والانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء هنا في هذا الانطلاق والتحدي الجميل ولحظة وصول المهاجم إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. قاطع المسافة هنا في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 48 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا هجن العاصفة، تهانينا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير صوغان من أتى على المركز الثاني هنا أيضا من هجن الرئاسة بقيادة
توقيت الزمن للمركز الاول 9 دقائق 40 ثانيه و4 اجزاء من الثانيه، المركز الثاني 9 دقائق 41 ثانيه وجزء واحد من الثانيه. هنا التوقيت الزمني لصغان من هجر الرئاسه. تهانينا تهانينا للمضمر السيد ايسى بن احمد بن مايد الخيري. اما المركز الثالث فكان ضرغام صاحب السمو الملك الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود بقياده سعد بن طالب بن كريم. 9 دقائق 41 ثانيه خمسه من الاجزاء من الثانيه. توقيت الزمني تهانينا والناموس. مركز